الجهود الدولية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تعيد إليك عرض مغتصبة، ولكن ما هذا هو المسار الدبلوماسي للأزمة. يجب على السودان أن ينفتح في اتجاه تثبيت الحقائق في المؤسسات الدبلوماسية الدولية، ولكن يجب على جيشه وعلى قواته المسلحة الانفتاح على كافة حدوده المعروفة وفق المواثيق الدولية، والانفتاح على هذه الحدود ووضع العلامات وحمايتها. ومن ثم إذا كان الجانب الإثيوبي هو متضرر من هذه الإجراءات، عليه اللجوء إلى الى 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 المحاكم الدوليه او الى مجلس الامن او الى اي مؤسسه دوليه يمكن من خلالها حل هذا الاشكال. ولكن التوقف مثلا على الجانب الدبلوماسي فقط وعدم الانفتاح على الاراضي السودانيه يمثل هوان وضعف من القوات المسلحه السودانيه. ولكن طالما ان القوات المسلحه السودانيه ما زالت متمسكة بالأرض، يجب على الدبلوماسيين السودانيين والمؤسسة الدبلوماسية السودانية أن تقوم بجهودها كذلك من أجل إثبات أن هذه الأراضي أراضي سودانية، وأن هذه الحدود هي داخل الحدود السودانية، وأن ما قامت به ميليشيات الجيش الأثيوبي من تصفية جسدية للجنود السودانيين والمواطن السوداني هو جريمة ترقى لجرائم الحرب، ويمكن أن يصعد الأمر إلى المحكمة العفو الدولية في لاهاي كذلك ومجلس الأمن. إذن